في ذكرى ميلاد الشيخ علي جمعه شيخ الطريقه الصديقيه الشاذليه، كتب الشيخ مختار الازهري بوست جميل جدا. اود ان اتكلم عن الشيخ الامام، ومع يقيني انه لا يستطيع امثالي ان يصف اي من جوانب ذلك الامام الذي سبق به اهل عصري على وجه الدقه، لكن هي محاوله متواضعه لعلها تكون عملا صالحا وخدمه العلم الشريف. لن أتكلم عن تلك الجوانب الإنسانية والأخلاقية العالية التي عشتها وعاشها غيري مع حضرتي طيلة معرفتي، ولكن مع الأشخاص عن 7 جوانب فقط من تلك الجوانب والسمات الفريدة التي من الله بها على شيخنا وأستاذنا إلى الله. ولا أبالغ أن قلت أن كل جانب من هذه الجوانب لا يكفي كتاب وحده، لكن لعلها أن تكون تذكرة لأهل عصرنا بعظيم فضل الله علينا بأن أدركنا من أرانا الله في همة السابقين وأخلاق السلف الصالح. أول حاجة، إحياء المنهج الأزهري. ربما لا يعرف الكثير من طلاب العلم حال مجلس العلم قبل نحو 30 سنة، وقد كثرت والحمد لله في السنوات الأخيرة المضايف ومجالس العلم الشرعي على المنهج الأزهري بشكل غير مسبوق. هذا كله أيها السادة هو ثمرة سعي شيخنا الشيخ علي جمعة على مدى سنوات طويلة لإحياء المنهج الأزهري، وقد كان يجلس في الأزهر الشريف وحده على مدى 5 سنوات كل يوم ليشرح علوم الشرع من أصول الفقه والحديث والفقه والتصوف. وقد حال العلم في ذلك الوقت نهاية التسعينات في حال صعبة، حيث كانت كتب الوهابية ومساجدهم وشرائطهم تغزو كل بيت وكل قرية وكل حي، وكانت رموز الدينية الأزهرية تحارب من العديد من الفرق. لكن ذلك لم يثنى الشيخ لحظة عن غايته، وقد حول المعركة إلى ميدان لم يكن يتوقعه هؤلاء، وأنه نزل لعموم الناس ليشرح لهم الفقه ومعالم المنهج الأزهري في مسجد السلطان حسن وفي غيره. وقد كان الجماعة الوهابية يظنون أن الساحة قد خلت لهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويقيم لدينه ويكون ينفي عنه أباطيل المنحرفين وضلالات المبتدعين. تاني حاجة من فضائله رضي الله عنه قوة اليقين وبث الأمل. من سمات شيخنا رضي الله عنه أن قد وهبه قوة في اليقين والثبات على نحو لم أره في أحد، كما أنه يمتلك بفضل الله مقدرة بث الأمل وأحياؤه في القلوب، فكنا نراه في أشد الظروف والأحوال مستبشرا وواثقا من عون الله ونصره. وقد مر بنا ظروف قاسية بعد أحداث 2011 و2013، وعندما كان راح أدن خائفا على مصر أو على ما سيحصل في البلد من فوضى واضطرابات، كان على الفور يقول لنا: ما تخافش يا واد، انت وهو احنا على الحق ومصر مش هتقع ابدا. فكانت هذه الكلمات تنزل علينا سكينة وثقة بالله على الفور حتى يزول من قلبنا كل خوف وضعف. ثالثا، صناعة الرجال. قليلا من الناس من يحسن صناعة الرجال، وهي مهمة صعبة، وليست صعوبتها فقط في احتياجها لصبر في معالجة الاخلاق واستبدال حسنها بسيئها، لكن وهو الاصعب من وجهة نظري ان شيخنا لم يرد ان يكون ظهوره الطاغي هذا بملكاتي وقدراتي مغطيا على قدرات ومواهب من حوله، فقد كان يسعده دائما أن يبشر بأبناء، وهكذا يعتبرنا رضي الله عنه أبناء لنا وأبناء له، وأن يوسع لهم في مجالسه، ودائما ما يقدمنا للآخرين تشجيعا لنا بأفخم الألقاب العلمية حتى قبل أن يحصل كثيرا منا على أي درجة علمية كالماجستير والدكتوراه. وقد رأيته قبل أكثر من 20 سنة، وقد كان وحده من يدرس في الجامع الأزهر، يجلس من تلاميذه وأبناء من يدرسون لصغار الطلبة حتى تواصل الأجيال، وكان دائما ما كان يجرنا إذ تراجعنا عن تقديم جاءنا من غير طلب ويقول لنا: كن حيث أقامك الله. ومن بديع التربية رضي الله عنه أنه ربما تأخر في رده علينا في موقف نحتاج لمشورته لنتصرف وفق ما تعلمناه في مجرد الاعتماد على شخصه الكريم. رابعا، استمرار العمل الجاد. وقد سئل شيخنا ذات مرة: أي أعمالك التي قمت بها هو عندك أرجع عندك ما تلقى الله؟ فأجاب رضي الله عنه: هو العمل الذي لم أقم به بعد، وأرجو الله أن يوفقنا الله إليه. هذا باختصار فلسفة مولانا في العمل، فهو يعمل طلبا لرضا الله لا لإثبات موقف ولا لإرضاء ذاتي. كان يقول لنا: أعمل حتى تسقط من التعب. هذه وصيته لنا رضي الله عنه التي سمعناها مرارا وتكرارا. يقول لنا ذلك ويعمل نحو 20 ساعة يوميا. يؤمن شيخنا أن أحد أهم أسباب تراجع الأمة هو عدم توافر الرغبة في العمل الجاد، ولذلك كان يقول لنا أن مصر تحتاج إلى عمل كثير ومتواصل بالليل والنهار. ولعل من أهم أسباب تيسير ذلك بالنسبة له رضي الله عنه وما وابه الله من عبقرية فذة في إدارة وقته وإدارة من حوله حتى يتمكن من الاستفادة من كل لحظة في حياته. خامسا،
الإيمان بأهمية العمل العام، ويؤمن شيخنا بأن العمل العام والخدمة المجتمعية هي من أهم واجبات الوقت في عصرنا الحاضر، وفي الحقيقة ليست عملا سهلا ينتهي بافتتاح جمعية خيرية هنا أو هناك، بل هو رؤية استراتيجية ينبغي أن تستخدم كل أدوات العلم والمعرفة وتستند إلى منظورة قيمية وتجربة تاريخية رائدة، وكل ذلك يتجمع في عشرات الجمعيات والكيانات التي شارك فيها مولانا، لعل واحدا منها فقط هي جمعية مصر الخير، تلك المؤسسة العملاقة التي لا يختلف اثنان على أنها أنجح الأفكار في مصرنا الحديثة على الإطلاق، ولعل أحد أوجه نجاحها أنها راعت أبعادا إنسانية تعدت العمل الخيري التقليدي وليست العمل العام عند مولانا قاصرا على الجمعيات الخيرية، بل تمثل أيضا في الوقوف مع الدولة المصرية والتسجيل للمواقف المواطنية. سادسا، الموسوعية والريادة المعرفية، مما من الله به على شيخنا موسوعيته وريادته العلمية، فكنا إذا جلسنا للدرس في رواق الأتراك ربما تطرقنا في نقاشنا مع الشيخ لعلوم عدة، وفي كل نقاش يذكر لنا من دقائق ذلك العلم ومفاهيمه مما يخفى حتى على بعض من تخصص فيه. ليس هذا فحسب، هو أعجب مما رأينا وكل أمره عجبا، بل حتى في بعض الأمور المستجدة التي لم تنتشر بعد من أخبار العلم وتفاصيل المعارف الطبية والعلمية نجده استوعبها وطالع كل من كتب فيها حتى قبل أن يكون حديث الناس وينال من الأضواء ما يناله، وبالتالي فهو يقرأ في علم واحد ولا في دائرة معينة، هو يقرأ ويستوعب ويحلل كل ما يقع تحت يده حفظه الله ورعاه، وهذا أيضا من قوله وهابا وعطاء ربانيا، ولكن من أسباب الظاهرة أنه يلتزم بالقراءة اليومية بما لا يقل عن 6 ساعات، فكان من نتائج ذلك أننا ونحن شباب متحمس وبعضنا عنده نهم شديد للقراءة والمعرفة نجد أنفسنا في كثير من الأحيان أمامه معلوماتنا قديمة غير مدققة، بينما نجد شيخنا دائما مواكب على مستوى اليوم والساعة، وكما يقال بالإنجليزية updated، ولعل من أكبر الشواهد على هذه السمة ما رأيناه فيما أطلق عليه وقتها المناظرة مع الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، اللي هو أحد أشهر المثقفين والشعراء المصريين من أصحاب التوجه العلماني بخصوص فتوى تحريم التماثيل، فرأينا الأستاذ الشاعر صاحب الثقافة الفرنسية مبهورا تماما برصانة وعلم وثقافة مولانا بشكل واضح، والأمر الذي افتقدته للأسف كثيرا من المناظرات العلمية. سابعا، عدم الالتفات للخلق، وهو من أهم سمات مولانا رضي الله عنه، أنه لا يفرح بمدح ولا بحزن على ذنب ولا يحزن على ذنب، فهو فضل لا يمضي في طريق لا يريد إلا وجه الله تعالى، والأمر الذي نرى واضحا في تجاوزه لكل حملات القتل المعنوية التي شهدتها الجماعات المتطرفة في فترة الإفتاء وفي تولي الإفتاء وبعد، ولا يقف الشخص الكريم عند التجاوز وعدم الالتفات فقط، بل يتعداه إلى العفو والصفح، ولعل ما حصل مع العديد من الأشخاص يظهر ذلك، وعدم الالتفات للخلق في الحقيقة هو أيضا من أهم أسباب القوة المعنوية للعالم، حيث يمكنه ذلك من ألا يتأثر عند تبني موقف معين بأي من الحسابات الشخصية، بل يفعل ما يرضي الله في كل وقت سواء أرضى الناس أم لم يرضوا. يقول أخونا في الله الشيخ عبد الحميد منصور: مولانا الشيخ علي جمعة أطلق دنياكم 3 طلقات لا رجعة فيها، ختاما هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما من الله كريم على شيخنا نور الدين، نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وينفع به البلاد والعباد، وقد كنت قبل سنوات نظمت أبياتا في محبتي. ده الشيخ مختار الأزهري، أن أنقل هذا البوست مكتوبا. وقد ساعدنا في صياغة بعض أبياتها مولانا المحب الدكتور محمد وسام حفظه الله، فكان مما قلته ولي الله لا يخشى سواه ولم يطلب من الدنيا اقترابا، إذ ما أغلقت أفهام قوم تراهم مذللا تلك الصعابة، جلسنا مجلسا لا لغو فيه بأزهارنا الشريفة على وطابة، رواقا قد شهدنا فيه نورا سرى في الأرض لا يبقى حجابا، كأن الشمس تشرق كل يوم بطلعته وتغرب حيث غاب، وكنا إخوة في الله نرجو وصالا بالحبيب معا صحابة، فسر الشيخ وصل بالنبي ومن ترك الوصال شقى وخاب، فحمدا يا إلهي إن شهدنا زمان الوصال الوصل إذ كنا شبابا، وزقنا من رحيق فارتوينا ومن ذاق الرحيق صفى وأبى، فالحمد لله أن أدركنا زماني الشريف ونهلنا من مدده المنيف، والله أسأل أن يرزقنا الأدب مع حضرة شيخنا وأن يعلن على شكر هذه النعمة والوفاء بحق شيخنا ما حيينا، وأن يحشرنا جميعا تحت لواء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وختام هذا البوست، وأعتذر لو لغة العربية ربما في بعض الأخطاء، وجزاك الله كل خير في مناقب الشيخ علي جمعة، وأرجو من الناس التي لديها بعض الاختلافات لا يعلقوا، تجاوزوا ودع ما يغيظك إلى ما لا يغيظك، وبالتوفيق.